هي خلاص راح يسوي تماما. الدولة والمجلس الرئاسي لن يكون مكتوف الأيدي أمام هذه المواجهات. نحن نعي جميعا أن طرابلس تخص كل الليبيين. القرار الصادر اليوم بتواجد قوات عسكرية لفض النزاع والتواجد في هذه المنطقة هو بداية لتواجد الجيش وتواجد قوة عسكرية تكون فاصلة في هذه الاشتباكات وهذه الحالات. ونحن مرحبين بكل الأطراف وكل الشخصيات التي لديها القدرة على أن تكون فاعلة وإيجابية في المشهد الليبي.